اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع لهندسة العمليات ميبك 2017 الذي استضافته مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مدى 3 أيام متتابعة تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والتكامل في عمليات المصافي والبتروكيماويات. وقد أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها ومساندتها لقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، والتي جاءت بنتائج إيجابية في ضمان استدامة النمو الاقتصادي فيها، منوها إلى أن المشاريع النفطية الحالية تعتبر جزءا أساسيا من الخطط التوسعية والتحديثية وإنجازا مهما يضاف إلى الإنجازات التي جاءت شاهدة على مفاصل التحديث والتطوير في قطاع النفط والغاز. وأكد معاليه على أن عقد المؤتمر والمعرض المصاحب بصورة منتظمة في مملكة البحرين يلقي بظلاله وبصورة مباشرة على تطوير وتحديث قطاع النفط والغاز ورفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وقد شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات 2017 مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، بلغت أكثر من 2500 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين بقطاع النفط والغاز من 30 دولة.